السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم، لكم منا أطيب تحية نبعثها لكم من استديوهات قناتكم قناة الريان الفضائية من منطقة الشحانية وبالقرب وجوار ميدان سباقات الهجن، ميدان التحدي، هذا الميدان الذي انطلقت فيه أفواج من الهجن العربية الأصيلة في موسم استثنائي جديد. نتمنى إن شاء الله يكون موسما موفقا، موسم 2020-2021. نحييكم في برنامج الريس لنواكب السباق المحلي الثاني، وسنتحدث أيضا عن السباق المحلي الثالث وهو ذلك الموعد المرتقب مع 30 سيارة تنتظر عشاق ومحبي هذه الرياضة. بعد التحية بكم يسرني أن أحيي زملائي، والبداية مع سالم بن محمد السندوانة محلل قنوات الريان الفضائية. حياك الله يا أبو محمد، والتحية أيضا موصولة بمحمد بن سالم بن دلهم الهاجري أخونا العزيز، يا مرحبا يا أبو سالم. وأيضا رحب بمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الشهواني، يا مرحبا يا أبو حمد. والتحية أيضا بأخونا فهد بن علي المهندي محلل قنوات الريان الفضائية، مرحبا يا أبو علي. بإمكانكم مشاهدين الكرام المشاركة معنا عبر وسم برنامج أندرسكور الريس من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث نرحب بكل مشاركاتكم، أسئلة، مقترحات ننقلها بدورنا في البرنامج إلى اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، فمشاركاتكم هي محل اعتزاز وتقدير من فريق عمل البرنامج ومن الحاضرين أخوانكم اللي يتمنون إن شاء الله أنهم يقدمون مادة طيبة. أبو سالم، كيف تابعت السباق المحلي الثاني؟ بداية قوية وبداية تعكس ما شاهدناه من السباق المحلي الأول، هناك استمرارية في الأداء القوي واستمرارية في أيضا كسر التوقيتات الزمنية. أولا أبو محمد أحب أمسي عليك وعلى أخواني المحللين وعلى المتابعين خلف الشاشات. مثل ما تفضلت وقلت، المحل الثاني جاء بقوة الأتيام وبمشاركات أقوى وتيمات تسجلت، يعني لو شفتها أفضل من المحلي السابق، وهذا دليل أن الحلال يعني صاعد في جهوز. صحيح، من جهوز وصاعد في جهوز، وكل محلي راح يجينا راح يكون أقوى وأقوى. وشفنا منافسات قوية وشفنا تيمات أفضل من التيمات في المحل الأول، فهذا دليل على قوة الحلال وجهوز الحلال واستعداد أخواننا المضمرين والمنافسة على أشده. صحيح. إذن أبو محمد، مقارنة بين السباق المحلي الأول والسباق المحلي الثاني، مقارنة على مستوى القوة، على مستوى التوقيتات الزمنية، على مستوى كثرة الأعداد، كيف تجد أبرز الفروقات بين السباق المحلي الأول والثاني؟ يمكن لاحظنا في المحلي الأول معظم الأشواط بشكل عام كانت فيه هجن تاتي بانفراده في أغلبية الأشواط. المحل الثاني لاحظنا قوة المنافسة الأمتار الأخيرة، ممتاز، وظهور شعارات ما شفناها في المحل الأول أثبتت وجودها في المحل الثاني وظهرت بصورة طيبة. التوقيت سواء من سن الحقائق إلى سن الحيل والزمول، يمكن شفنا توقيت ذات السن الكبير ما تسجل في المحل الأول، واللي هو أعتقد معاه هجن الشيوخ في سن ثنايا. نعم، هذا التوقيت احنا دائما نشوفه في تسعيرات اللقايه والجذاع من المسافه ذي، ولكن حائل ما شاء الله تبارك الله تجيب توقيت في المحل الثاني، هذا دليل على قوه المنافسه وعلى قوه المشاركين واستعدادهم قبل خوض معركه التسعيره وشوط السيارات. صحيح، الكل الان يجند ما يمتلك من طاقات من اجل الموعد القادم وهو السباق المحلي الثالث. أبو حمد، ما هي أبرز العناوين التي سجلتها بمتابعتك للسباق المحلي الثاني؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم على الحضور وعلى المشاهدين، نتقدم بالتهنية والنموذج لجميع الفائزين. والله يا أبو محمد العناوين واجد، شفنا حلال اشترك في التمهيدي الأول وما اشترك في التمهيدي الثاني، كذلك العكس صحيح، شفنا حلال شارك في التمهيدي الثاني ما شارك في التمهيدي الأول، حصل على نقاط متقدمة وحصل على مراكز أولى. لكن مثل ما تطرق اخواني للتواقيت، احنا شفنا تواقيت افضل من التواقيت التمهيدي اللي طاف تقريبا بخمس او ست ثواني كاسرين تيم من التمهيدي الاول. التمهيدي الثالث كذلك ادهى ومر بتوقيت بعد تقريبا سيارات مهرجان، تقريبا انها مهرجان وتسعيره، ف
ركض تمهيدي الثاني شفناه أقوى من التمهيدي الثاني في الموسم اللي طاف. كتوقيت تتكلم، فتوقيت التمهيدي الثاني في السن الصغير والسن الكبير أقوى من التوقيت في الموسم اللي طاف. العرب كلهم جاهزين وكلهم معدين عدتهم من السن الحقائق حتى سن الحيل والزمول. شفنا اليوم الزمول تهي من جاب 51 تقريبا ما شاء الله، بعير جاب 51 عصافة بطانة في التمهيدي الثاني. فالحلال متقبل إن شاء الله، والموسم فترة المقيض كان طويلة صح، فالعرب عدين من أول القيض تقريبا، قدهم الحين على وجه جهوز. نعم، إذن أبو علي يمكن تقريبا اتفاق بين الزملاء على أن السباق المحلي الثاني هو أقوى من السباق المحلي الأول، واتفاق أيضا على أن الكل الآن يجهز من أجل الموعد الكبير المهرجان اللي نقدر نسميه المصغر. نعم، السباق المحلي الثاني. نهني محمد باسم الأخوان، جميع الأخوان الفائزين الحاصلين على مراكز متقدمة في السباق المحلي الثاني. محمد شفنا منافسة وشفناها على كثرة الأعداد وعلى زيادة الأشواط، شفنا المنافسة اللي لم ترى الأخيرة، وشفنا تواقيت زمنية مميزة. مثل ما تفضل أخوي مبارك، في ناس شاركوا في التمهيدي الأول وطوفوا التمهيدي الثاني، للمشاركة في التمهيدي الثالث أكثر جاهزية، وفي ناس طوفوا التمهيدي الأول شفنا أول مشاركة لهم في التمهيدي الثاني حققوا مراكز متقدمة. فأعتقد أن الحلال اللي شارك في التمهيدي الثاني واللي ما شارك في التمهيدي الثاني راح نشوف اللقاء بينهم في التمهيدي الثالث صحيح، في أشواط التسعير وأشواط المقيمة. نعم، من وجهة نظرك فهد، هذه المسألة يمكن صعب الحكم فيها ولكن نبي أعرف وجهة نظرك. قلت إن في هجن شاركت في السباق المحلي الأول، طوفوها أهلها في السباق المحلي الثاني، يمكن تكون فقدت عنصر الاحتكاك، ستلتقي مع الهجن اللي عكسها ما شاركت في المحلي الأول شاركت في المحلي الثاني وتواصل بنفس القوة قوة الاحتكاك إلى المحلي الثالث، كفة من أرجح؟ والله محمد ما أقدر أرجح كفة، لكن أقدر أقول أنه صعب الحكم فيها، لكن اللي مأدي أداء قوي في التمهيدي الأول أكيد نراعيها يبي رخي عليها شوي صح، تجهيزا للتمهيدي الثالث المحك القوي، وكذلك اللي مأدي جهد قوي في التمهيدي الثاني ممكن راعيها يدري أن عندها مخزون غير المخزون اللي قدمته. حد يبي يضيف على النقطة هذه؟ من المجموعتين إذا خذيناها كمجموعتين من ناحية القوة، مجموعة شاركت في المحلي الأول طوفها رعيها المحلي الثاني للمحلي الثالث راح تكون موجودة، أو مطية موجودة في المحلي الثاني ما شاركت في السباق المحلي الأول وبتنتقل وتواصل للمحلي الثالث. إذا كان اللي مشاركة في المحلي الأول خلينا نقول ما علقوها، يعني لا اللي شاركت في المحلي الأول أو الثاني، أنا أرجح المحلي اللي شاركت في المحلي الثاني بتكون أقوى من اللي شاركت في المحلي الأول لأنها بتواصل بنفس الضغط، لانها قريب مشاركتها قريبه صح، الا في حاله اكيد اللي طوف المحل الثاني اكيد انه بيعلق مطيته في الايام دي صح، وحنا نتفق ان كراعي المطيه هو ادرى من مطيه. لكن تفسيرين ابو محمد. اي نعم، انا بهنا بقول بركب مطيتي في التمهيدي الاول بريحها بجيبها في التمهيدي الثالث جاهزه مرتاحه من التمهيدي الثاني، والتفسير الثاني يقول بركب مطيتي في التمهيدي الثاني بتواصل مستواها للتمهيدي الثالث صحيح، يعني هي لا تفسير وجهتين النظر وكلها صحيحة، كلها صحيحة، ولكن سؤال طرع على بالنا، لكن الفترة الزمنية بين المحل الأول والمحل الثاني أقصر من الفترة الزمنية بين المحل الثاني والمحل الثالث صحيح، هذه نقطة مهمة بعد. إيه في فرق، فاللي شارك المحل الثاني عنده وقت صح، هذه نقطة مهمة جدا. مشاهدين الكرام، نبدأ في فتح ملفات وسجلات المنافسات على الأشواط الرئيسية لكي نقدم لها التحليل الفني. جاءت المشاركات مع سن اللقاية باعتبار أن حللنا في حلقة الأسبوع الماضي سن الحقائق، ننطلق مع سن اللقاية، وفي سن اللقاية حضرت القوة والإثارة وجاءت الريم لعلي بن جابر بن علي بن جرحب المري. نقول تستاهل يا أبو علي هذا الفوز وهذا التألق، ونهني علي ونهني فهد والربع كلهم على هذا التألق، أداء ولا أروع كان من الريم اللي قدمت أداء قوي صراحة واستطاعت أن تنتزع المركز الأول في اللحظات الأخيرة. منافسة كانت قوية من ندى العامر بن سعيد بن سعد الرفادة، ومسفر بن علي السناري قدم محبة، ولكن شوفوا تجاوز الريم واختطاف المركز الأول. نقول تهانينا لجابر بن علي بن جرحب والعلي بن جابر بن علي بن جرحب على تألق الريم واكتسابها لنقطة الشوط الرئيسية المفتوح للقاية البكار.
مش سلالتها؟ سلالتها بيها سلهود ومزبار ومها ناقة سودانية سبوق عندنا. مشاركاتها سواء في الحقائق أو في هذا الموسم؟ العام الماضي عندها سباقات في الشواط الرئيسية وكذا شوط ومراكز متقدمة على السيارات، والسنة هذه ركضناها المحلي الأول جات خامسة في أول دخول لها ولا طلبنا منها شيء، واليوم شافت عينك الله يبارك فيها. اليوم البكرة جات في آخر 100 متر، هل البكرة تأخرت ولا أنتم تعمدتوا تأخيرها؟ لا، البكرة تأخر في الركض دائم، وطلبناها احنا عند المتار الأخيرة والله يبارك فيها. ذكرت لي ان امها السودانية طيبة. نعم امها سبوق وهذه بكرها راكضة. نعم راكضة وسابق الدور الذي والله يبارك فيها. وفي منافسات الشوط الرئيسي للقاي القعدان المفتوح جاء عكاش لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل ليختطف ناموس الشوط الرئيسي بتوقيت زمني مقدار 6 دقائق 3 ثواني 88 جزء من الثانية. الناموس يسمي ويستاهل محمد بن سعد واخوانه وحمد بن سالم وحمد محمد وباقي الربع على فوز عكاش. مش سلالة عكاش؟ عكاش بيه سياف الخيارين أمه مهجنة. ومشاركاته قبل اليوم؟ قعود هنشارين على سبق، وجاء العام نهاية الموسم سبق التمهيد الثامن تكنسل الريس. السنة هذه عندها 4 اشتراكات، اشتراكين سبق والتمهيد الأول، جاء ده ثاني وحن ما طلبنا منه سبق. جاء شوط ده ثاني شوط متأخر وحن ما طلبنا منه سبق، واليوم يوم بغينا منه سبق قدمنا الشوط الرئيسي والله يبارك فيه. ما شاء الله عليه. وبعد سلالته عريقة ماركة. سلالة سياف هي تتكلم عن نفسها، أنا ما أقدر أتكلم عن سلالة سياف. لكن اليوم أنت محضر قعود سبوق والناحية الثانية محضر قعود سلالة، هذا اللي مخليك مرتاح في الشوط الأول. نعم، إذا عندك قعود سبوق وعلى سياف ما لك إلا تروح الشوط الأول. وفي منافسات أشواط الإنتاج استطاعت الفائزة أن تحقق الفوز وأن تنتزع المركز الأول لحسين بن علي بسيقان المري. نقول الناموس يا أبو علي على هذا التألق للفائزة التي حققت المركز الأول واستطاعت أن تنتزع هذا الناموس بجدارة. مش سلالة الفائزة؟ الفائزة على بعير مغصاب الفائز، ولد الفائز، وأمها بنت مشهور بن صميخ. جدها الفائز العود. صحيح. نعم. تنحدر من سلالة عريقة يا حسين. نعم. سلالة كل ما تبعدها المسافة وكل ما تكبر في السن تجيك. صحيح. أنا سلالة الفائز غنية عن التعريف والحمد لله. هل بنت اللي جدها الفائز يوم كانت في سن الحقائق أقوى ركضها ولا في سن اللي قاية تشوف؟ العام كان مستواها زين تسبق الناقة، والحمد لله السنة أشوف مستواها بيكون أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. خطة حسين بالفائزة في هذا الموسم ولا في المستقبل؟ وين يعني وش ناوي فيها الفائزة؟ والله إن شاء الله ناوي لها إن شاء الله الأشواط الرئيسية والخمسة مليون إن شاء الله إذا تمت عندنا لسن الحين. شوفوا الله يبيض وجهك وإن شاء الله نشوفها. هي ما زالت في السنة اللي جاية، لكن نشوفها في المستقبل تنتزع الخمسة ملايين، وهي سلالة عريقة وكفو مهيئة لهذا الشيء. صحيح يا أبو علي، الله يوفقنا وإياك. وفي منافسات القعدان لقاية الإنتاج جاء بغداد ليواصل تألقه اللافت للنظر ملك السيد مبارك بن عبد الله بن سفران المري. نقول الناموس يا أبو عبد الله على هذا التألق لبغداد، وبغداد من أشرس القعدان ما شاء الله تبارك الرحمن، توقيته 6 دقائق 8 ثواني و 32 جزء من الثانية. مشي سلالة بغداد فيها ولد الباز بعير بن زياد الهاجري وامه من مراحم مبارك مع عبد الله. نعم ابو علي، انتجت عيال الباز وبنات الباز، ايش رايك؟ انتجت الله يبارك فيها. انتجت. نعم. اللي قد جانا من الاخبار انها انتجت. هذا دليل على ولد الباز. نعم. هو سابق بعد هذا القعود في السباق المحلي الاول. كيف؟ نعم سابق الشوط في المحلي الاول. نعم. محافظتكم على الشوط الرئيسي اكيد تبغى لها جهد وتعب. اكيد ما في شيء، ما في شيء ياتي براحة. من جد وجد ومن زرع حصد. لكن هل هذا يضيف عبء عليكم وتعب نفسي انكم تحافظون على الشوط هم شوي؟ اكيد. الهم الاكبر على من؟ والله على الاخ الكبير وحنان. نعم. ابو عبد الله. ابو عبد الله الله يحفظه ويسلمه. الصحة والعافية، ويعطيك انت الصحة والعافية.
إذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين. أبو سالم، شاهدنا الريم تتألق لعلي بن جابر بن علي بن جرحب وتنحدر من سلالة طيبة، شاهدنا عكاش لسعد بن محمد بن سالم من جهويل وأيضا ماضيه طيب، وشاهدنا يمكن تقريبا أكثر من ثانيتين بينه وبين المركز الثاني. عندك البكرة اللي هي الفائزة لحسين بن علي أبا السيقان أيضا تقدم أداء طيب وتنحدر من سلالة عريقة جدها الفائز، وعندك أيضا بغداد يكرر ما فعله في السباق المحلي الأول وينتزع المركز الأول في السباق المحلي الثاني. والله يا أبو متلع، أولا الريم بكرة سبوق ولا فيها كلام، ولا تسبق في الشوط الأول ولا يقدمها راعيها إلا يقدم بكرة هاقي فيها السبق، ولو ما هاقي فيها علي بن جابر بن علي بن جرحب ما قدمها الشوط هذا. صحيح، ويكفي إنها تنحدر من سلالة سلهود، وسلهود مملوكة لو أسست أم الزبق، هجن أم الزبق، والمؤسسة هذه غنية على التعريف بالركاب المنتجة، والريم بكرة غنية على التعريف وتيمها تيم طيب جايبة 6-4 وفي بداية المراكيض وبداية الموسم، هذا ما يدل على بكرة سبوق. وأما بالنسبة لعكاش، عكاش قعود سبوق وينحدر من سلالة طيبة وينحدر من سلالة سياف المملوك للسيد سعادة السيد محمد بن زايد الخيرين وانجاله، وعكاش سبوق، وسعد بن محمد بن سالم بن جهويل ما قدمه في الشوط هذا اللي هو كفو للشوط هذا. صح، وعكاش تيمه اللهم صل على النبي جايب 6-3 ما تجيبه مطية من فراغ. صح، ما تجيبه الا مطية. اعتقد افضل توقيت كان 6 وثانيتين مع 6 وثانية مع السيقان، مع هزامة. وبالنسبة لانتقلنا لأشواط الفائزة، لانتاج أشواط الفائزة المملوكة لحسين بن السيقان المري، بكره سبوق اللهم صل على النبي وتنحدر من سلالة عريقة تعرف السبق وتعرف الرموز وتعرف الإنجاز هذا. أبوها الفائز الخاص بن غصاب العجمي. بن غصاب العجمي، نعم، الفائز لبن غصاب العجمي وجدها الفائز أم الزبار. وبالنسبة لو انتقلنا لبغداد، بغداد غني على التعريف، بغداد سابق المحلي الأول وجايب تيم طيب، الله يستر عليه ما شاء الله، اللهم صل على النبي ونهني بن سفران يستاهل على الله هذا الإنجاز الطيب، واللي مو بغريب على بغداد واللي مثل بغداد. نعم، إذا مرة أخرى نعود لتحليل الأشواط المهيبة، الأشواط الرئيسية، وفي هذه الأشواط المهابة جاءت مهابة لهجن الشحانية بقيادة المضمر البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل. نهنئ هجن الشحانية على هذا التألق، ونهنئ المضمر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل على فوز مهابة بالمركز الأول وانتزاعها للشوط الرئيسي بتوقيت زمني مقداره 6:05.64. كانت منافسة قوية من دوشة للشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني اللي جات في المركز الثاني، والدوحة جات في المركز أو الديحة في المركز الثالث لهجن الشحانية بعد مع البرنس، ولكن مهابة تحقق المركز الأول وتهدي هذا الانتصار لجماهير الشعار الأدعم وإلى المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. وفي الشوط الرئيسي الخاص باللقاية القعدان جاء دالوب لهجن الشحانية أيضا مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، ليواصل البرنس تألقه في حصد وكسب نقاط الأشواط الرئيسية من السباق المحلي الأول، يواصل هذا الأداء والتفوق، وتوقيت دالوب 6:09.48. وفي أشواط الإنتاج استطاعت الريم المملوكة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل عبد الرحمن آل ثاني من انتزاع المركز الأول، وهي واختها الدوحة اللي جاءت في المركز الثاني بقيادة المضمر هادي بن جار الله بن علي بن جار الله، نقول ما شاء الله تبارك الرحمن، وتوقيت الريم 6:06 وفاء وتماما. عاد مرة أخرى الشعار القادم من الوكير ليؤكد قوة هذا الشعار وقوة إنتاجه وقوة القاعدة مع الوسمي الذي جاء في المركز الأول، وأخوه للطام أيضا جاء في المركز الثاني للشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الرحمن، نقول ألف مبروك ونهني هادي بن جار الله بن علي بن جار الله، والتوقيت 6:02.
الشوط الاول بكار، الاول والثاني عندك، والقعدان الاول والثاني عندك. صحيح صحيح، هذا توفيق الله. نعم. وش سلالة الريم؟ سلالة الريم الذيب، الذيب لمملوك هجين خرارة، والوسمي سلالته الصير. سلالته الصير هجين خرارة بعد. كلها على زمول الخرار. نعم. ماتها وبانها عندكم في 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 الانتاج. صحيح. واعتقد المركزين الاول والثاني في البكار عندك، والاول والثاني القعدان عندك، بعد المحلي الاول نفس الشيء الاول والثاني عندك ولا بس المراكز الاولى؟ نعم المحلي الاول والحمد لله المحلي الثاني نفس الشيء. نفس نفس الشيء البكار والقعدان نفس اللي سبقت الريم سبقت الشيء. نعم نفس الريم والدوحه نفس الشيء، والقعدان الوسمي والاطال نفس الشيء. نعم. خالد كم مطيه شاركت اليوم ولا بس حطيت ثقلك في الاشواط الرئيسيه؟ والله شاركنا يمكن حول 10 مطايا، لكن اسبق ما عندنا واقوى ما عندنا بنحطها في الاشواط الرئيسيه. اشواط رئيسيه. نعم أكيد. أنت مصر من خلال تقديمك لكل شوط فيه مطيتين وتأخذ الأول والثاني أنك حاط مطية بتسبق ومطية ثانية احتياط. نعم أكيد كل مضمر بيسوي كذا، إما سبقت ذيب أختها إن شاء الله موجودة احتياط موجود، والدوحة جاء ثانية عصاها بطانها ما حركناها. نعم أكيد الإنتاج الخرارة مميز وتميز في السباق المحلي الأول والمحلي الثاني. الفرحة اليوم أنك تسبق أشواط رئيسية وتجيب تحكم القبضة على المركزين الأول والثاني، هذه الأشواط الرئيسية كلنا نبغيها. نعم. والفرحة هذه هذا كلها بركات الله وبركات الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، أهدي الناموس له ومشجعين الشعار. إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين، أشواط قوية بكل تأكيد لما لا وهي الأشواط المفتوحة مع هجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ أبو محمد مهابة ودالوب لهجن الشحانية مع المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. تواصل تألق هذا الشعار مع نفس المضمر في الأشواط المفتوحة. إذا تكلمنا على الأشواط الإنتاج راح نتكلم على تألق غير مستغرب. هجن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني تؤكد تفوقها في أشواط الإنتاج، عندك الريم واختها اللي جات في المركز الثاني اللي هي الدوحة، وعندك في شوط القعدان الوسمي وجاي يتبعه الأطام. إذن المركز الأول والثاني في شوطين الإنتاج. أول شيء نبدأ نهني الناموس هي الشحانية ونخص المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هجن الشحانية شفناها من المحل الأول مع المضمر جار الله محمد بن عقيل، أداء صراحة يعني قوي وثابت في المستوى، ونشوف حالهم بعد من المحل الأول المحل الثاني جاهزيتها أفضل، فهذا دليل على جهوز هجن الشحانية. احنا متأكدين أن جار الله عنده مهابة ودالوب وعنده بعد الماجدة سجلت بعد نقطة من غير الأشواط الباقي فيها منافسة، فتوقعاتنا لشعار هجن الشحانية مع جار الله محمد بن عقيل بيكون من أصعب الشعارات السنة هذه بالذات في هجن الشيوخ. إذا رجعنا للإنتاج نهني طال عمرك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الثاني على احتكاره لأشواط الإنتاج للبكار والقعدان بثنائية في البكار وثنائية في القعدان. صحيح. وهذا يدل على قوة الإنتاج ويعني انك تجيب الاول وثاني والاول وثاني بعد مو اول مره، حتى في المحل الاول هذا تكرر الموضوع هذا، فهذا دليل على قوه الانتاج وجاهزيه الحلال. نهنيهم الناموس وخصوصا المضمر هادي من جار الله، نقول له بيض الله وجهك على جاهزيه الحلال ومضمر مجتهد. نعم لكل مجتهد النصيب. صحيح. المضمر مجتهد والمطايا اصايل وسلاتها طيبه. صح. والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالمناسبه اشتغل على القاعده جلب البعارين المنتجة ويمتلك من أطيب البل في الجزيرة. نعم إذا ما خاب ظني المطايا اللي سبقت عنده أعتقد على 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 بعير واحد على ما أدري الصير ما أداء الصير القعود أبوه الصير. ايه؟ لكن البكرة ما أدري ايه، فهذا الدليل هو عنده أعتقد شاهين لوكير. نعم. وركاب كلها طيبة، فاللي يتعب على الركاب الطيبة يلقى مثل اليوم. صح. يلقى طال عمرك في أشواط الإنتاج يحتكرها، فنهنيه الناموس ونهنيه بعد على إنتاج الركاب اللي عنده.
ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن مشاهدين الكرام نواصل معكم تحليل الأشواط، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل ونتحدث الآن عن الأشواط الرئيسية للسن الجداع، حيث جاء البيان مع أول منافسات هذا الصباح الخاص بسن الجداع مع بيان لحسين بن علي أبو السيقان المري ليتفوق مرة أخرى شعار حسين بن علي أبو السيقان، الشعار الذي يرمز أيضا بألوانه إلى شعار الغرافة، حيث يقيم هناك حسين بن علي أبو السيقان نقول الناموس لك يا حسين والناموس لربعك وجماهير شعارك، ونقول سلام يا الغرافة سلام على تألق بيان في هذا الشوط الضبابي، ولكن نتيجته لم تكن ضبابية على الإطلاق، حيث جاءت بيان لتقدم العرض الكبير والأداء القوي، ومنافسة حقيقة كانت بينها وبين غزلان لسعيد بن محمد بن علي أبو شارب، ولكن بيان في نهاية الأمر حسمت الموقف لصالح الجذابة لسعيد بن سالم الجربوع في المركز الثالث، بيان إذن لحسين بن السيقان في المركز الأول. أبو علي وش سلالة بيان اللي خد شوط البكار المفتوح وكذلك مشهور اللي خد القعدان العمية؟ بالنسبة للبيان على سلهود وأمها بنت شاهين، وبالنسبة للمشهور على مشهور بن صميخ وأمها بنت صيحان. علي كيف الروح المعنوية بعد الفوز بالشوطين الرئيسيين؟ والله يا أخي لا أتكلم عن المبسوطين والحمد لله على التوفيق. ناموس عدل؟ والله أكيد إنه عدل نفسية وعدل، حتى المشجعين بعد يتنشطون زيادة. نعم. وفي تحديات أشواط القعدان الشوط الرئيسي المفتوح لسن الجذاع جاء مطران لحمد بن صالح بن حمد أبو صلعة بهذا الاسم المميز العريق، الاسم الذي يرتبط مع اسم أبو صلعة، 6 دقائق 8 ثواني 76 جزء من الثانية، نقول الناموس لحمد بن صالح وصالح بن حمد أبو صلعة على فوز مطران. مش سلالة مطران؟ سلالة مطران من ابننا، أمه مطران وبيه مطران، بس جاها سعاف وجاها البأس. بس سعاف من صوب الشام؟ نعم. جد القعود اللي خذ اليوم الشوط الرئيسي هو مطران اللي خذ الرمز عندكم. الله الله. نعم. سبق أبو حمد جد شنو؟ نعم جده الشامخ معروف وبيه سعاف وأم البعير، وأم البعير ذا كلها الباز الباز. ناموس الإنتاج، وأنت تسبق على إنتاجك أكيد أبو حمد الفرحة فيه كبيرة أكثر من أي شوط ثاني. ما يحتاج إلى قد إنتاج وسباقة المفتوح، ما يحتاج. والطيب طيب، لا مطية لا إنسان، طيب من لما احتاجت عينت. نعم. مطران اليوم سباق الشوط الرئيسي بانفراد وبريحية ما شاء الله عليه، شن جازات القعود قبل اليوم؟ القعود عامة ما شرك، وحق شركناه وجاتها صابة سباق وجاتها صابة، عقب كويناه عاما ما ركض إذا الزمان أول دخوله. نعم. وين بنشوفه إن شاء الله في السباقات الجاية؟ الله كريم ما أدري. هذا الحين خلاص هذا الشوط الرئيسي المفتوح. الله الله. هو ما سبق الإنتاج، سابق المفتوح. سابق المفتوح والله كريم. بنشوف. نعم إنتاج العام. هو إنتاج ومع ذلك شاركته في المفتوح. الله. وعندك إمكانية إنك تشارك في الإنتاج، لكن القعود أنا شاركه أبغي بدري، عندي لقاء أمس أول أمس. ساعة 9 مركضة. زين دقيقة. فأقوى طقيت الإنتاج. نعم لكن أنت عندك يعني ما وديتها شوط مفتوح إلا أنت تعرف إمكانيته. أنا عارف إمكانيته وبعدين أبغى البرد. والبعيد ولا أنا ما أتعدى على هالشوط الرئيس، ما أتعدى. أبغى إنتاج. أنا دليل. بس إنه ما قصر. نعم. جمل. وفي تحديات الأشواط الرئيسية الخاصة بالإنتاج استطاعت الظبي أن تنتزع الشوط الرئيسي ملك السيد مسفر بن علي بن سفران المري، نقول ألف ألف مبروك لك يا أبو علي على فوز الضبي، 6 دقائق 7 ثواني جزئين من الثانية، توقيت ممتاز للضبي، يستاهل أبو علي هذا الفوز مع الضبي. أبو علي وش سلالة الضبي؟ سلالة الضبي طال عمرك قبل مقيمة عند الشيبان الله يرحمهم، مؤرخ من قبل حلال الباجيه اللي موجودين عندنا، هجني قالها المريه
ابن مقيمه مربط قالها المري لا شفران نعم وعاشوا فيها بخير و... والله ما لحقت عليه يمكن فوق 500 سنه والله ما لحقت عليه. مربط أصيل عند سفران مربط المرية معروف ونهنيك على فوز الضبي اللي تنحدر من هذه المربط ومن ناحية الأب وش سلالته؟ من ناحية الأب سلالته طال عمرك بعير عندي اسمه شاهين سبوق مذراعه ماخذ سيارات ماخذ أشواط رئيسية كم سيارة ست سيارات في رصيده و22 سبقة ما شاء الله وحشوان اللي سبقت كلها سبق والله ما لها حصى ولا عدد ولا سبوق مواجدات يعرفونها على الرئيس هذا بالضبي نعم مو مشاركاتها شراكة الضبي قبل اليوم شارع دخلتها الرئيس اللي راح اول ما دخلها الشوط الاولي تجهيز وجات ثانيه ما حركناها واليوم رديتها نفس الشوط نعم بعد مشاركتها الاول هم جت ثاني توقع انت انها بتسبق لا انا متوقع انها بتسبق لو جت عاشر انا متوقع انها بتسبق الى دخلت في الرئيس على جهوز متوقع انها بتسبق نعم. عندي بنها ثقه وفي منافسات الأشواط الخاصة بالإنتاج نبقى مع شاهين صاحب التوقيت الأفضل لسعد بن محمد بن سالم من جهويل بعد أن قدم لنا عكاش يأتي ليقدم شاهين وتوقيته الزمني 6 دقائق ثانية واحدة 60 جزء من الثانية تهانين لصالح بن سالم من جهويل والباقي الربع حمد بن سالم ومحمد محمد والربع كلهم وعيالهم مش سلالته شاهين يبيه شاهين الصغير شاهين من الزبار وما بتنصيحها القمراء مشاركاته قبل الجدع القعود القعود العام عسيف ما عنده الاشتراكين توقف الركض السنة هذه هذا خامس دخول له وما ذاق الهزيمة ما طلعت عصات اليوم ما ظهرت عصات اليوم ما ظهرت عصات وأفضل توقيت وأفضل توقيت أفضل توقيت نعم تبارك الله الفوز بعصاف البطان وأفضل توقيت عدة فرحات مو فرحة انك سابق شوط انتاج نعم الشوط الرئيسي وانتاج وانك تحافظ على نفس الشوط طبعا مجرد مشاركتك وانت راعي الشوط هذا بحد ذاته ضغط كونك مطالب انك تحافظ على النقطة هذه ولكن اذا عندك قعود مثل شاهين يريحك يريح اعصابك فوزه اليوم اكيد قعود يا نفسه نشوف الشوط مكتوب والله ان شاء الله القعود ما شاء الله مثل ما شفت اليوم ما حركناه وادى اللي عليه زيادة افضل توقيت ونقول الله يكتب لك الخير 6 ثانية إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين أشواط قوية بالفعل أبو حمد شاهدنا بيان بشعار بسيقان تواصل تألق شعار بسيقان في هذا السباق المحلي الثاني أدى مستويات كبيرة في سن اللقاية وحقق التوقيت الأفضل يعود في سن الجداء ينتزع مع بيان الشوط الرئيسي عندك مطران لصالح بن حمد أبو صلعة ينقل من أشواط الإنتاج إلى المفتوح وينتزع الشوط الرئيسي إذا بنتكلم على الأشواط الإنتاج شاهدنا الضبي المسفر بن علي بن سفران رجل يمتلك من خيرة الحلال وعنده مربط معروف قديم جدا ونتكلم على سعد بن جهويل مع شاهين التوقيت الأفضل 6 ثانية والعصاف البطان نعم تقدم التهنية والناموس إلى جميع الفائزين في سن الجذاع شفنا بيان في الشوط الأول بالسيقان شفناها بطل هذا التمهيدي الثاني حصل على النقاط وعلى أفضل توقيت في اللقاية وعلى الشوط الرئيسي ما شاء الله الإنتاج اللقاية والشوط الرئيسي الجداع كذلك الشوط الرئيسي الجداع للعمانيات بعد عنده العمانيات مع مشهور حصل على شوطين رئيسية فشعار بالسيقان ظهر في الموسم هذا بصورة طيبة وكذلك في التمهيدي الثاني بالأخص نهني بالسيقان ناموس الحلال وكذلك ناموس بيان اللي سبقت في الشوط الضبابي وكذلك نهني حمد بن صالح أبو صلعة على فوز مطران شوط قعود الإنتاج وداه المفتوح وحصل على هذا الشوط مثل ما قال العام ما عنده اشتراكات مركض حق وضلع فالقعود هذا مذخور فنتمنى لهم التوفيق في المراكيد القادمة كذلك في أشواط الإنتاج شفنا الضبي لبن سفران الضبي بن سفران من العام الماضي نشوفها في سن اللقاية ثاني على السيارة ثالث على السيارة في أكثر من مهرجان الناقة هذه ماضيها طيب وبكره سبوق وكذلك من سلالة طيبة وكذلك شفنا التوقيت الأفضل مع شاهين
شاهين شفناه في التمهيدي الاول سبق وعصاه بطانه كان توقيته ممتاز ما شاء الله. شفناه في التمهيدي الثاني نفس غارته في التمهيدي الاول عصاه بطانه وحصل على افضل توقيت. القعود هذا كل ركض اقوى من الركض اللي طاف ما شاء الله. فالقعود هذا صعب هذا سن الجذاع في هذا الموسم صح. فنتقدم لهم بالتهنئه والناموس كذلك اللي سابقين في الاشواط الباقيه واللي حاصلين على المراكز الثلاثه يستاهلون. اذا ننتقل الان لتحليل الاشواط الخاصه بهجن اصحاب السمو الشيوخ مع سن الجذاع. وفي هذا الشوط الرئيسي الاول كانت منافسه قويه، شاهدنا تقدم كان لغبشه التي كانت قاب قوسين او ادنى من تحقيق نقطتها اللي فازت فيها في السباق المحلي الاول، ولكن جاءت عرين في اللحظات الاخيره لتنتزع ناموس الشوط الرئيسي ملك هجن الشحانيه بقياده المضمر المشاغب محمد بن خالد العطيه، والتوقيت 6:44. هذه غبشه كانت قريبه جدا من تحقيق النقطه الثانيه على التوالي، الا ان عرين انقضت على الصداره وجاءت لتكون في عرين الناموس. فنهنئ هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية. أما الشوط الرئيسي الثاني فهو الشوط الذي سنتحدث عنه كثيرا، شوط عتيم الذي يواصل مسلسل انتصاراته بسم الله وما شاء الله على هذا التألق لهجن إنتاج أم الزبار بقيادة مبارك بن محمد بن صرير العصف البطان، وأفضل توقيت 6:02. محمد قعود معروف عتيم صاحب 4 رموز في العام الماضي في موسم واحد مذاق الهزيمة، مشاركته في السباق المحلي الثاني هل شكل الضغط عليك بما أنك أنت مضمر عتيم هذا القعود الجماهيري؟ أكيد المطية اللي مثل عتيم سبب ضغط من بداية الموسم لنهايته، لأنه من الدبنة الله يبارك فيه ما بعد أقطع بالهزيمة، والقعود ما عاده بالمبارك المصري قاده أهل الشباب أهل الشحاني كلهم جمهور الشحاني بيض وجهك اليوم على المستوى اللي شفناه وحافظت على القعود وظهر بهذا المستوى اللي أكثر من رائع. وجهك والحمد لله على التوفيق، هذا توفيق من العزيز الحكيم وإن الله ستر عليهم الصواريخ. محمد بما أنك ظاهر من مرحلة اللقاية إلى مرحلة الجذاع مع عتيم، هل كان عندك تخوف من المستوى أنه ما يكون على المستوى المطلوب أو شيء؟ لو تعطينا بس كيف تعاملت معه من مرحلة إلى مرحلة؟ والله عتيم تعاملنا معه من يوم أدبناه إلى اليوم تعاملنا معه واحد، من عرفنا أنه سبوق تعاملنا معه واحد سواء في التمهيدي سواء في المهرجانات، والله يبارك فيه. ما غفلنا من البعير، ما غفلنا منه، مركزين عليه والله ملك الحمد ان الله ستر عليهم الصواديف وطيب البعيد. اي نعم هذه اول مشاركه له رسميا. اي نعم اول مشاركه. اي نعم الشوط الاول الله الله. محمد انت شاركت في اشواط الرموز وكان فيها ضغط ظهور مطيه مثل عتيم في بدايه الموسم مركز عليها الانظار، اكيد ضغط مضاعف بعد. اكيد اللي مثل مستوى عتيم الضغط سواء في الرمز ولا في المهرجانات ولا في السيارات ولا في المراكز العاديه، مستوى المطيه اللي عندك في العزبه ولا هي ولا عاد يجيب لك انت يا المضمر سبب لك ضغط شيء اكيد من بدايه الموسم لنهايته لازم يسبب لك ضغط. بارك يسالونك عنه الجمهور عن عتيم. شيء اكيد باستمرار وكان عندهم خبر اني باشرك وانا ما علمت احد. متابعينه الحمد لله متابعينه لانه ما عادوا لي يا ابو ري. يوفقك يا ابو محمد، ظهوره بهذا المستوى اللي سبق الشوط الرئيسي وبانفراده والعصا في البطان وقرب يكسر التيم اليوم، وانت ما طلبت منه شيء، هل اعطاك اريحيه الباقي الموسم خلاص ارتحت؟ الحمد لله هو عتيم طيب، متخوفين عليه من الصواديف فقط ولا بعيد سبوق ولا هو بسبب لهم مطيه الا اسبق منه، وعتيم اللهم لك الحمد من ادبناه وهو فرض نفسه. إذن مشاهدين الكرام تهانينا والناموس للفائزين. الشوط الأول مثل ما شاهدتوا الخاص بالجذاع البكار المفتوح، غبشة كانت صاحبة الشوط الرئيسي في السباق المحلي الأول، وغبشة من أقوى البكار كانت قريبة جدا من تحقيق الناموس، لكن عرين فهد انقضت عليها في الأمتار الأخيرة واستطاعت أن تنتزع المركز الأول. عرين وغبشة كلها عند هجن الشحانية،
ولكن عريم مع محمد بن خالد العطية وغبشة عندك يا جار الله. نتكلم على الشوط الرئيسي الخاص بالجذاع الإنتاج، الاسم اللي ما ذاق طعم الهزيمة أبدا منذ أن عرف ميادين سباقات الهجن إلى يومنا هذا حتى في السباقات المحلية، يصر إصرار على انتزاع المركز الأول. نتكلم عن عتيم لهجن إنتاج أم الزبار اللي كسب جماهيرية كبيرة، وأيضا مع مضمر قدير يحمل شارة ممتاز، ونقدر نقول بأن شهادته مهيب دكتوراه، يمكن بروفيسور الرجل مبارك بن صرير المري. في البداية نهني مؤسسة هجن الشحانية وجميع مضمرينها، ونخص المضمر محمد بن خالد العطية على انتزاعه الشوط الرئيسي مع عرين. غبشة صاحبة الشوط في المحلي الماضي، شفنا اليوم انغضاض عليها عرين ولحوق عرين واندفاعتها. مؤسسة هجن الشحانية تمتلك كمية كبيرة من الهجن السباق اللي في كل ركض نشوف لنا اسم يندفع الشوط الرئيسي. مؤسسة عملاقة تمتلك الكثير من الهجن السباق، نتمنى لهم التوفيق ونهني مؤسسة هجن الشحانية ونخص المضمر محمد بن خالد العطية. بالنسبة لشوط عتيم في البداية قبل أن نهني بن صرير نقول له جزاك الله خير، بيض الله وجهك على عنايتك وحفاظك على مستوى عتيم من يوم شارك في سباقات الهجن إلين اليوم. هذا يحسب للمضمر على حفاظه على مستوى عتيم. حضوره في الأشواط الرئيسية ودائما حضوره نشوفه عصا هبطانه والتوقيت الأفضل يكون عنده ما شاء الله. تميز هذا يحسب للمضمر الأمانة في المرحلة الأولى، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله. ومثل ما عودنا عتيم يقوم في مقدمة الشوط من عند لوحة الكيلوين ولا الكيلو نص يغادر ويبعد يترك فارق بينه وبين باقي المشاركين. نهني مؤسسة إنتاج أم الزبار والقائمين عليها ومضمرين أم الزبار جميعهم على حضورهم وفي الأشواط المفتوحة وانتزاعهم 4 نقاط في سن الجذاع وكذلك في باقي الأسنان. ونهني كذلك المضمر مبارك بن صرير ونهني الناموس، وإن شاء الله نشوف عتيم في أشواط الرموز. صحيح. المطية السبوق مثل ما قال مبارك بن صرير، يقول المطية السبوق إذا عندك مثل عتيم تشكل عليك ضغط من يبدأ الموسم إلى ينتهي. صحيح. هذا أمر صعب جدا على المضمر، الله يعينهم. ننتقل الآن إلى سن الثنايا، وفي هذه الفئة العمرية كان الموعد مع الشوط الرئيسي ومع الشعار البرشلوني. سالم بن عنزام بن خاتم النعيمي قدم غزر في هذا الشوط الرئيسي الذي كان شوطا قويا حتى الأمتار الأخيرة، ولكن في نهاية المطاف استطاعت غزر أن تهدي لمالكها سالم بن عنزام بن خاتم النعيمي هذا الفوز بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 52 ثانية 90 جزء من الثانية. هوايل لهجن السيلية جاءت في المركز الثاني، وربابة لناصر بن عبدالله المسند في المركز الثالث. هذه لحظات تسلل غزر التي وجدت منافسة كبيرة من هوايل وربابة، ولكن في نهاية المطاف ها هي غزر تثبت للجميع بأن لديها غزر في العطاء، ما شاء الله تبارك الرحمن، وتستاهل يا أبو عنزان. وفي منافسات الشوط الرئيسي الخاص بالثنائق القعدان جاء مبلش لجابر بن علي بن جابر النجم المري لينتزع المركز الأول بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق 55 ثانية و76 جزء من الثانية. مبلش أداء قوي وحضور أقوى من شعار جابر بن علي بن نجم المري. مبلش وش سلالته؟ مبلش على مبلش السعدون وامه مهاجرة. نعم. ومشاركاته من هم سلالة مبلش؟ أكيد له ماضي قوي. مبلش عنده كم نقطة هلقي والعام جد عصابة وعكات صحية، والموسم هذا الحمد لله ركضها المحل الأول ما طلبنا منه شيء، والمحل الثاني حضرنا الحمد لله الشوط الأول وما قصر. نعم. السلالة هذه يسمونها بعض الملاك الهجن سلالة المقاتلة، تبغي المسافة وتبغي تفرق إلى عند ضرب العصي. نعم. مبلش على قولة السلالة غنية على التعريف وما يختلف على اثنين. نعم. حدث عسل قعد كيف أداء؟ أداء طيب ومرت عليه الحمد لله رب العالمين. جاوب على الضرب؟ الحمد لله يجاوب. متى أشوف انفرد من القعدان؟ متى حاولت تطلع من الشوط؟ يمكن عند الله يبارك فيه يمكن عند 200 متر تمدمت طلبت الهوامر الحمد لله طلع من الشوط.
وفي منافسات الأشواط الخاصة بالإنتاج جاءت معزة لعلي بن راشد بن علي آل بريص المري لتنتزع المركز الأول بتوقيت مقداره 7:51 48 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لحمد بن علي بن حلفان على هذا التألق. وش سلالة معزة؟ معزة سلالتها لب عز الجيش بعير عبيد بن حمد بن قبعان ولم بن صوغان ولد الدائمة بن شريب. سلالة عز الجيش يمدحون السلالة هذه؟ سلالة طيبة على حسب وسلالة رموز ما فيها كلام. تثبت وانتهى؟ نعم تثبت. نعم مشاركات الناقة قبل اليوم، الناقة هاي سبق؟ الناقة في رصيدها سيارة لقية في ميدان الكويت، والعام اللي داها الناقة كان متعطلة الله الله، والناقة السنة إن شاء الله طيبة وإن شاء الله ما تقصر. المحل الأول كيف مشاركتها؟ المحل الأول الناقة رقمت والناقة تأخذ من تشوفها وبرك اليوم ورودنا نضغطها. لكن في المحل الثاني جهزت أكثر؟ الناقة في المحل الثاني اليوم دخلت على العرب في الكيلو الأخير خامس، وشو الناقة تبغى السبق الله الله. الناقة هذه قوية يا أبو علي ونهايتها قوية بعد. والله الناقة سبوق والحمد لله على التوفيق، والله يوفقها إن شاء الله. الله يوفقك إن شاء الله. الله نيتك بحكم أنك مضمر كبير الناقة هاي ومشوفها. والله إن الله وفقها إن شاء الله وعطانا على كيف إن شاء الله، شفتها إن شاء الله في الرمز المؤسس. وفي تحديات أشواط الإنتاج مع الثنايا القعدان استطاع الحاكم أن يحكم بأحكامه في الشوط الرئيسي ملك السيد محسن بن علي بن مبارك بن فراج. نهني الوالد علي بن فراج على هذا التألق للحاكم 7:47 42 جزء من الثانية. توقيت هو الأفضل، نيشان لسعيد بن سالم المريخي نافسه وجاء في المركز الثاني. بعد وش سلالة الحاكم؟ الحاكم على الجذاب هو مهمل من الانتاج. سلالة الهرش؟ نعم الله يبارك فيه. الهرش دائما كل زمان نشوف عليه مثل ما تقول نوعيات ممتازة مثل الحاكم. الحمد لله ما يخلينا كل موسم، لكن يعيدنا الله إن شاء الله بعياله نفحل شيء منها يغدي بركاتها مثل بركة الهرش إن شاء الله. وش أصغر انتاج الهرش؟ أصغر معلي عندنا الحين لقايا وفيها سبق، فيها سبق بس هي الظاهر كل ما تكبر كل ما يجي ركضها أقوى. نعم وهو فيه اللي يباشرك بسبق على طول وفيه اللي يخر، لكن عندنا لقايا طيبة عليه. أبو علي نهنيك هذا الفوز ونهنيك الناموس والحاكم وش إنجازاتها قبل اليوم؟ البعير والله حق ولقي وجذع يعني سواديها وايدة ما تصبر القعود، سواديها وايدة يمكن اشتراكاته حق يمكن مركضين لقي يمكن مركضين ثلاثة ويركض ركض يجي ثالث رابع عام جاي ثاني يمكن ما عنده لم جذع يمكن ما عنده ثلاث مداخل ولا أربع ويجي سوادي في البعير. وذا الزمان الحمد لله باشرنا بسبق والحمد لله وجعل ما جي شيء من السوادي إن شاء الله هلينا إن شاء الله. جهزته بداية الموسم؟ جهزته سنة بداية الموسم بدري بدري مثل مع الناس. إذن تهانينا والناموس لكل الفائزين. أبو سالم الشوط الرئيسي شوط المفتوح منافسة قوية كانت بين شعار المسند وشعار العيدة، ولكن غزر لسالم بن عنزام بن خاتم النعيمي أنهت الجدال لمصلحتها. نتكلم على مبلش السلالة الفاخرة قعود بن نجم جابر بن علي بن جابر النجم المري، وأيضا معزة شاهدناها في شوط الإنتاج لعلي بن راشد بن علي بن حلفان المري تحقق الفوز بأداء قوي جدا وبفارق. محمد مبريك جاء عليه ثاني، نهنيك يا أبو بريك. أسمعك تقول البكرة قوية البكرة قوية، لكن إن شاء الله تعيضكم صيحة إن شاء الله. عندك الحاكم اللي محسن بن علي بن فراج قعود أيضا من سلالة فاخرة سلالة الجذاب والتوقيت الأفضل، وأعتقد عصاه ما طلعت يمكن له تقريبا في آخر 200 متر تقريبا. أولا أهني سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي وأخوانه الكرام على سبق غزر، وغزر حصل منافسة لين وصلت الأمتار الأخيرة بين هواي الهجن السيلية وربابة المملوكة الناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وكلهن هجن سبق، ولكن غزر تفوقت بالمذخور عندها والاحتياط عندها كان قوي،
ووفقها الله وانتزعت الشوط الرئيسي الأول، وأحب أهني سالم بن عزام وإخوانه بهذا الناموس. والسبق هذا ما يجي من فراغ، ما يجي إلا باجتهاد مضمر وبسبوق، والله يوفقهم. وبالنسبة للشوط الثنايا الرئيسي القعدان اللي هو انتزعه مبلش الملك جابر بن علي بن جابر النجم المري، أهنيهم بالناموس وبالفوز، والله يهنيهم بالفوز إن شاء الله. وبالنسبة لمبلش، مبلش ينحدر من سلالة غنية على التعريف، سلالة تنتزع الرموز، سلالة لو بنتحدث فيها يمكن من اليوم لين تطلع الشمس علينا، ما حصينا هذه السلالة وإنجازاتها. وفرق في الأمتار الأخيرة، تفوق في الأمتار الأخيرة وفرق، وجعل بينه وبين الثاني فارق، وهذا ما جاء إلا من الاحتياط البعير اللي عنده والمخزون اللي عنده. وما بالنسبة لشوط الانتاج الثنائي الانتاج الشوط الرئيسي، فمعزه ملك علي بن راشد بن علي آل بريص المري، بكره سبوق وتنحدر من سلالة غنية عن التعريف وماضيها مشرف، مثل ما قال علي بن راشد ماضيها في رصيدها سيارة، فما قدمها الشوط الأول والانتاج إلا أنها كفل هذا الشوط، ونشوفها إن شاء الله في أشواط الرموز وهنيه بالناموس. وبالنسبة لشوط الثنايا القعدان الشوط الرئيسي الحاكم المملوك محسن بن علي مبارك الفراج، أهني بالناموس هو وإخوانه والوالد علي بن مبارك الفراج. والحاكم ينحدر من سلالة الجذاب، وسلالة الجذاب سلالة غنية على التعريف وتنتزع الرموز وما تغيب عن أشواط الرموز دائما، لا هي ولا السلالة هذه. مويد المريخي ما قصر معاه بعد، ما قصر نيشان وسعيد يعني مصابرة المريخي وصوران، صحيح حتى الأمتار الأخيرة. والحاكم فرق لنا حتى على الأداء اللي احنا شفناه، فرق حتى في التيب، صح، التيم الثنائي بشكل عام، التيم الثنائي بشكل عام كار المفتوح ولا غيرها، نعم فرق في التيم كامل، وهذا ما جاء التيم من فراغ، ما جاء الا من سبق ونهاية. نعم نهني كل اللي فازوا وبالذات الفراج، بالذات سام الفراج، ونقول له سعود نبغى ننشد سالم، قعد المريخ اشتغل لي ولا ما اشتغل؟ حسب المعلومات اللي جاتنا انه ما اشتغل لي، لكن سالم عنده طريقته اللي يطلع فيه المطيط ضربت ولا ما ضربت. ايه يعني قعود المريخي ما اشتغل علي، الظاهر انه ما اشتغل علي، بس انا متاكد من سالم، كل القعدان الاثنين سبق سالم. انا اقول همزح، هو دائما فيه مداعبه ما بين سعود الله يذكره بالخير سعود الفراج ولد اخيه سالم. ايه فهم حديث الحين السوشيال ميديا، ولده سالم ولد اخوه. نعم الله يبارك، اذا سبقوا وجاء حد عليهم ثاني قال سالم، قال سعود سالم، الثاني ما اشتغل عليه قال سالم، تعال لحظه طلع الجوال وروق، قال شفت انت. نعم الله يوفقهم كلهم، ونقول ناموس مره اخرى لكل الفائزين. نروح معاكم فاصل ونرجع من بعده نواصل تحليلنا لاشواط الثنايا الشوخ وبعده اشواط الحيل والزمور، خلوكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل لنواصل حديثنا وتحليلنا الفني على الأشواط الرئيسية في السباق المحلي الثاني. وصلنا إلى الأشواط المفتوحة لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ مع الشوط الرئيسي للثنايا البكار واسم رفيف الذي استطاع أن ينتزع الشوط الرئيسي والتوقيت الأفضل بالمناسبة بالشعار المعروف شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني. نهنئ سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد على هذا التألق، ونهنئ المضمر متعب بن عبد الله بن فهيدان على فوز رفيف بالمركز الأول وانتزاعها للناموس، والتوقيت الزمني 7:42.82 وبانفراد تام أكثر من 11 ثانية بينها وبين المركز الثاني. فهد وش هي سلالة رفيف؟ والله ما تحضرني سلالة هذا الحين. مشاركة العام جاء
جهه وعكاز صحيه وما جاء له اشتراك واحد، وفي اللقايا عندها عده نقاط. عندها عده نقاط. عندها عده نقاط في سن اللقايا وسن الجداع العام كان مستواها؟ لا، اركضناها رئيس واحد وطلعت لك. انا ما شاركت العام، شاركت الاشتراك واحد بس. مستواها السنه هذه مشاركه المحل الاول وين جت؟ مشاركه المحل الاول كان عندها وعكه صحيه لا شاركت، لكن ماده الاذى المطلوب كان معها حراره الحمد لله رب العالمين. اليوم ما شاء الله تسبق الشوط الرئيسي وتكسر تيم الثنايا الشعب والشيوخ. انا قاعد اسوق قبل بريك والله بيسوقها قدمنا الشوط الاول. يلا يبارك فيها. في التفاحين مرتنا تيمات قويه هلت الشوط الاول. وفي منافسات ثنايا القعدان قصد قاصد الشوط الرئيسي والمركز الأول لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد العطية، وكانت منافسة بينه وبين ودنان أيضا لهجن الشحانية مع البرنس جار الله بن عقيل. التوقيت الزمني 7:57 40 جزء من الثانية. إذن تهانينا والناموس لكل الفائزين. أبو محمد رفيف تنتزع الشوط الرئيسي بتوقيت استثنائي 7:42، كاسرتين من ركض كامل في مسافة 6 كيلومترات. نتكلم على شعارها، شعار قوي، شعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد، قوي في الأشواط المفتوحة بالمشتريات والدعم لشعاره، وأيضا قوي في أشواط الإنتاج لما يمتلك من نخبة من الهجن ومن الزمول المنتجة. نتكلم على شوط القعدان، عندك هجن الشحانية تنتزع المركزين الأول والثاني، قاصد في المركز الأول مع محمد بن خالد العطية، ودنان مع البرنس جار الله بن عقيل. أبو متلع، بالنسبة لشعار الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، مو بغريب عليه أنه يأخذ الأشواط المفتوحة ويسجل أفضل توقيت. صحيح. يعني يمتلك من خيرة الهجن سواء مشترى أو إنتاج. نهني الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد على فوز رفيف، ونهني المضمر متعب بن عبد الله بن الفهيدان، نقول تستاهل الناموس وبيض الله وجهك على ظهور رفيف مستوى وافضل توقيت في اشواط الشيوخ وابناء القبائل. التيم هذا اللي تكلمنا عنه في بدايه الحلقه، كنا في ناقه سجلت تيم حدث، نتكلم عن رفيف. صح. فهذه من ابرز العناوين اللي شفناها في المحل الثاني. نهني هجن الشحانيه ونهني محمد بن خالد العطيه، نقول له تستاهل ناموس قاصد، ظهور طال عمرك قاصد في الشوط الاول المفتوح. وبعد نهني جاره محمد بن عقيل على فوز وذنان المركز الثاني. كانت منافسه قويه بين قاصد وذنان، وكلها مملوكه لهجن الشحانيه وناموسهم واحد. في النهايه هجن الشحانيه كلها تمثل الثاني، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. بكل تأكيد أمنياتنا بالتوفيق للجميع. ننتقل الآن إلى سن الحيل ومع الشوط الرئيسي، حيث جاء شعار بن جرحب لينتزع ناموس الشوط الأول مع الشاهينية العلي بن محمد بن علي بن جرحب. نقول الناموس لك يا محمد بن علي والعلي بن محمد على هذا التألق، ونهني أيضا المضمر حمد بن محمد الداب على فوز الشاهينية وانتزاعها للشوط الرئيسي للحيل. هذه الشاهينية تنفرد انفراد ممتاز 7:51 59 جزء من الثانية. نهني علي بن محمد بن علي بن جرحب وأيضا المضمر حمد بن محمد بن جرحب الداب على هذا التألق، ونقول يا الداب 10/10 تألق وأيضا مستوى كبير في هذا السباق. حمد، أقوى ركضها في الأسبوع اللي طاف ولا ركضها اليوم؟ لا والله الأسبوع اللي طاف شهيد. نعم، ركض الأسبوع اللي طاف أقوى. ليه؟ المفروض أنها الأسبوع هذا أنها تكون أكثر جاهزية. والله المفروض أنها أكثر جاهزية، لكن المطية ما تدي أسبوع تفرغ نفسها. أنا ما أنا بحزين إذا كان مستواها أقل من مستواها اللي طاف. لكن أنت راضي عن نتيجة اليوم؟ نعم راضي، أكيد راضي. الركض اليوم بشكل عام كيف شافها الداب؟ حد الخبراء؟ والله الركض طيب والهجن استقوت والريس اللي جاي أقوى من اللي فات وكل مالهم أقوى. كمالك المطية شو المطلوب منك أنك تحافظ على مستوى؟ والله توفيق الله فوق كل شيء، مطية قدها صاحية وأمورها طيبة، إن شاء الله أنها تحافظ على مستوى.
وفي منافسة القعدان أو عفوا الزمول جاء سليل لينتزع الشوط الرئيسي لهجن السيلية بقيادة الشعار السيلاوي. نهني داعم هذا الشعار اللورد عبد الله بن سعيد العيدة. والتوقيت الزمني 7:57 45 جزء من الثانية. الباز كان قريب جدا لعبد الله بن مسفر بن سفران وشاهوق اللي بن هاملة في المركز الثالث. أما فيما يخص أشواط الإنتاج فاستطاع شعار محسن بن علي بن فراج أن ينتزع هذا الشوط مع مظنة. نهني الوالد مرة أخرى علي بن مبارك بن فراج ومحسن وباقي الرابع سعود والإخوان على فوز مظنة 7:55 87 جزء من الثانية. والتهني أيضا سالم بن حسين بن فراج. وش سلالة مظنة؟ بيها جذاب ومها مهجنة. إيش مشاركات البكرة قبل اليوم؟ أركات محايا الأول شوط أول إنتاج وجه ثالث. هي دخلت الرمز عندكم أو جهة ثانية على الرمز في الإنتاج في سنة الثانية؟ لا جهة رابع على الرمز وفي رصيدها سيارتين. رصيد الناقة سيارتين؟ سيارتين على لقية. سيارتين لقية ومشاركات هالموسم هذا شاركتوها في المحل الأول؟ جهة ثالث. في نفس الشوط ولا شوط ثاني؟ نفس الشوط. تبارك الله الناموس والفرحة هذه أكيد أمس سابقين بعد واليوم سابقين والأسبوع ده ما شاء الله سابقين الفراج. كيف المعنوية عندك؟ عالية مرتفعة مستانسين. أيش مستانسين؟ توفيق من رب. وفي منافسات الزمول الإنتاج استطاع زعفران أن ينتزع المركز الأول ملك السيد زايد بن محمد بن زايد الخيرين. نهني أيضا مشلش بن سعيد بن شرعان الخيرين على فوز زعفران 8 ثانيتين 21 جزء من الثانية. وألف ألف مبروك لك يا أبو محمد على هذا الفوز. والتهنية لأبو سعيد مشلش بن سعيد من شرعان الخيارين. الفوز بالشوط الأول إنتاج ومن إنتاجك ناموس نذكره دائما إنه ناموسي. ما يحتاج هو الناموس الحالة لقد سباقت أنت ستارس كيف إلا لقد الله الله كيف إلا لقدها من إنتاجك ناموسي. سابق شوط رئيسي الحمد لله على خلها. سعيد وش سالة البيت؟ بير طالع من خبوه زعبران بير حمدان بن راشد السوداني بير مشرف الأول وأمها مهجنها من البنة على الرياض. هذا الموسم ما عندها دخول التمهيد الأول جهة هذا الشوط الرئيسي في الشوطة نفسه واليوم خذها. قديت أنت في شوطة لأنك ما اقتنع أنت في نتيجة اللي طاب. الحمد لله على كل حال توفيق من الله عز وجل. إن شاء الله أما سبق ولا جاهز البعير طيب بعير طيب. سعيد إن شاء الله بزعفران بما أنه مؤهل لأشواط الرموز اللي انتج تنبي شوطة إن شاء الله. إن شاء الله ممكن غير نغير بعد ما ندري حنا يا الرئيس على حسب المطية هي اللي توديك. وعنده إنجازات لقي القعود ونافس على السيارة لقي طال عمرك عنده ثاني على المظهر مرتين وجذع وثنين ما دارها من البيت مرة الله الله ضلاع البيت كسر ضلاع واجد والدورة يضا تخابط صبرت عليه الله الله بعي طيب ورسة طيب. لكن صبرك عليه موسم كامل وانت متأمل فيه خير اللهم لك الحمد اليوم يعطيك ثمرات تعبك وجهودك. الحمد لله لك الحمد لله صبرنا والله عطانا اللي عندنا. إذن تهانينا والناموس لكل الفائزين. أبو حمد الشاهينية علي بن محمد بن علي بن جرحب بقيادة الداب حمد بن محمد تواصل مسلسل انتصاراتها. نقطة رئيسية في السباق المحلي الأول ونقطة رئيسية في السباق المحلي الثاني. هذا فيما يخص شوط الحيل. عندك شوط الزمول شاهدنا منافسة قوية ولكن اللورد عبد الله بن سعيد العيدة ينتزع هذا الشوط مع سليل. وأيضا عندك مظنة لبن فراج تكرر أيضا حضورها الممتاز والقوي وسجلها أيضا ناصع البياض بالشعار الأبيض نهني الوالد علي بن فراج. وأيضا عندك مشلش بن سعيد الخيرين يقدم لنا اللي هو زعفران. نعم محمد تمنى تقدم لنا بالتهنية والناموس. شفنا الشاهينية تكرر إنجازها في الأسبوع اللي طاف تكررها اليوم حصولها على الشوط الرئيسي فالمفتوح شفنا لها الركب اللي طاف
نفس غارتها في الركب هذا الماء تأخر وتلحق الأمتار الأخيرة. ونهني علي محمد بن علي بن جرح بناموس الشاهينية. كذلك شوط الزمول سليل، شفنا هجنة السيلية الموسم هذا بدايتهم طيبة، واليوم شفناهم حصلوا على تقريبا عدة نقاط وأكثر الأشواط عصا في الأبطان، هذا يدل على جاهزية هجنة السيلية للموسم هذا، نتمنى لهم كذلك التوفيق. شفنا شعار الفراج، شعار الفراج شفنا التمهيدي الثاني ظهر بالصورة المطلوبة على هذا الشعار، نهني علي بن فراج الوالد علي بن فراج وكذلك أنجاله على هذا الإنجاز الغير مستغرب، مظنه في رصيدها سيارات وصيفة أو ثالث على الرمز، ناقة من عرف من تقريبا من اللقاية وهي ضارب على الرموز وتأخذ السيارات، والناقة الله يبارك فيها طيبة. كذلك في شوط الزمول شفنا زعفران عند أخوي سعيد مشلش بن سعيد الخيارين، مشلش بن سعيد ضمر لها كفاءته في التضمير ودائما يعطي المطية حقها، نهنيه الناموس نتمنى لهم التوفيق. ولاحظنا أبو محمد في سن الجذاع والثنايا والحيل أفضل توقيت في الجذاع عند الإنتاج، الثنايا كذلك الإنتاج والحيل في الإنتاج أفضل توقيت، فأنا أشوف أن أشواط الإنتاج هي تهدد الأشواط المفتوحة في صحيح. المهرجانات، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله كلهم. أبو محمد تبي تهنئة؟ في تهنئة لأخونا الإعلامي الدكتور عبد الله بن مطر من ضابط الدوسري على فوز توافيك، ونقول له تستاهل الناموس يا عبد الله. اليوم شفنا عرض استثنائي في شوط العمانيات الحيل، توافيق ان شاء الله حصلت على اسمها من الاول ما شاء الله، واليوم نقول لها الناموس وحافظ على توافيق، وان شاء الله نشوف نتمنى لك التوفيق، نتمنى لها التوفيق والتوافيق والتوافيق ان شاء الله في الرموز ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اذا تهانينا للدكتور عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري، والتهاني لكل الفائزين الذين حضروا في السباق المحلي الثاني. وبالفعل كلمة دائما نرددها ويرددها كل إعلامي في مجال رياضة سباقات الهجن، بأن الفوز مو فقط في حصولك على مركز من المراكز العشرة الأولى، ولكن الفوز هو في اللقاء، الفوز في المشاركة، الفوز في محافظتك على قيمك وعلى عاداتك وعلى تقاليدك ونقلك هذه الرياضة للأجيال القادمة. الكل فايز بو سالم. صحيح، المشاركة ومحافظتك أصلا على هذا الموروث، الحفاظ على هذا الموروث اللي يعني مهم، موروث من سنة ولا من 20 سنة، يعني موروث نشأ مع آبائنا وأجدادنا، حفاظك عليه والازدهار في هذا الموروث هذا شيء طيب. صحيح، على الحث على هذا الشيء، وهذا صحيح. الحمد لله رب العالمين. مثل ما شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن في المقابلة اللي مع سالم بن حسين بن علي بن فراج، نشوف الجيل اللي نقول إن شاء الله أنه جيل المستقبل يطلع ويتكلم بكل ثقة ويعرف السلالات فهد، ويتكلم على الأشواط ويحللها من ناحية فنية، فالحمد لله. وإحنا أيضا نوصي الأولياء الأمور بأن يأخذون عيالهم لمثل هذه الملتقيات التراثية، سواء سباقات الهجن أو حتى نقل الطير وسباقات الخير وغيرها من الرياضات المرتبطة فينا ارتباط وثيق. نعم، ومحمد وسالم فراج ذكرته، ترى احنا من مشد متابعين له يعني للامانه، وعنده مخزون وكم المعلومات عن الرياضه هذه، متابع الله يحفظه ان شاء الله، الله يستر عليه ويبارك فيه. ومحمد ما فيها الا خير الرياضه هذه، هي والرياضات الاخرى بعد اللي تدعمها الدوله ويشرف عليها الدوله. نعم، ورياضات الرياضات البحريه بعد، فهد كل الرياضات، سباق الشواحيف. نعم، وسباق المحامل التراثيه، كل السباقات وكل المسابقات والرياضات لأبناء الوطن هذا واللي تدعمها الحكومة، رياضة خير جمعة، وما فيها للعلوم الطيبة، نشوف إن شاء الله نشوف مزيد من الازدهار فيها إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله تعالى. زين، باقي عندنا مجموعة من الدقائق، اللي عنده موضوع فيه صورة. اللجنة المنظمة لسباقات الهجن طلبت من أخونا سالم محمد السندوانة أن بنشوف حنا المشهد معاكم الحين، والصورة هذه لها أكثر من يعني شغلة مميزة، واللجنة المنظمة لسباقات الهجن تطلب من راعي هذه العزبة أو راعي هذه المطايا أنه يجي من أجل تكريمه. محمد عطنا الخبر. إيه، بالنسبة لصاحب الحلال، شوف الصورة، إذا نقدر نقربها أكثر، زوم نعمل عليها نعم حتى توضح الصورة أكثر بعد. الأخوانا في اللجنة
شافوا الصورة ذي طال عمرك وصوروا الحلال وقالوا تعرف الليل يوصون على الأمن والسلامة الحلال صح. صاحب الحلال هذا حاط على لحف المطايا اللون اللي يعكس الإضاءة في الليل وفي الضباب مثل لون الفسفوري تقريبا فسفوري يعني يبين لك من بعيد أن فيه مطايا قدامك فاللجنة تقول صاحب المطايا ذي اللي طلعت الصورة يتمنوا منه يتواصل معهم علشان يتم تكريمه جزاهم الله خير يكون مثال بعد الأخوان الثانيين أنهم إن شاء الله يطبقون نفس غير أن عمواه لابسين لبس الأمن والسلامة والشعار الفسفوري حطه بعد على الحافة المطايا صح هذه بادرة طيبة ونشكر صاحب الحلال ونقول له يتواصل مع اللجنة عشان يتم تكريمه إن شاء الله من الأخوان في اللجنة المنظمة مثل ما تشوفون مشاهدين الكرام اللبس اللي على اللي على القلايص مثل ما نشوف لابس اللي هو مثل ما تقول الجاكيت اللي هو الآمن اللي يعكس أشعة الإضاءة في الليل أيضا هذا الموجود الأمر موجود حتى على شراشف الهجن مثل ما نشوف على لحفها أيضا موجود وبالتالي مع انعكاس الضوء عليه يعطي إشارة بأن أمامك مطايا وأمامك ريجيل على ظهور المطايا فتتخذ الحذر فهذا الشيء بكل تأكيد هو يضمن بعد الله سبحانه وتعالى مسألة السلامة لأهل الهجن والحلالهم فاللجنة المنظمة لسباقات الهجن تطلب من مالك هذه المركوبة ومالك هذه مالك هذا القلص أنه يتواصل مع اللجنة المنظمة لسباقات الهجن من أجل تكريمه فهذه بادرة طيبة سواء البادرة الطيبة من راعي الهجن اللي جاء بهذا الابتكار أو هذه الفكرة وأيضا البادرة الأخرى الطيبة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن اللي تكرم وتكافئ كل من يقوم بأمر مميز يتواصل مع أخونا مبارك النعيمي وإن شاء الله نتم تكريم شوفوا الصورة هذه أوضح واضحة الحين نعم أبو محمد الحين في الممرات بين العزاب ما في ليتات نعم وأعتقد تضرر الناس كثير نعم. أنتم أعتقد أبو حمد أيضا تضررتم من هذا الموضوع صحيح قد ما اندعمت عليكم هجن في بين ممرات العزاب أعتقد صحيح نعم وكذلك الحين بعد محمد وقت الضباب فهذه تعطي انعكاس في الضباب فهذه بادرة طيبة من صاحب هذا الحلال وكذلك أنا عندي رسالة شكر لسيدي سمو الأمير على وضع السيارات في عند دورة الثمانية التمهيدي الثالث تسعيرة وكذلك الشكر لدعم هذه الشكر لدعم هذه الرياضة سيدي سمو الأمير الغام على هذه الرياضة بالعطاء والسخاء الله يطول وضع التسعيرات وضع الأشواط وضع المهرجانات كذلك الشكر للجنة المنظمة لسباق الهجن على اسم إشرافها على هذه الرياضة وعلى هذا التمهيدي الثالث والتسعيرة والمراكيد الغادمة بالأخص فلهم منا جزيل الشكر والله يوفقنا يوفقهم إن شاء الله في المراكيد آمين عندك ثلاث سباقات محلية المجموع 90 سيارة فما نقدر نقول هذه سباقات محلية نقدر نقول مهرجانات نعم هو مهرجان نعم اي والله مهرجان هو مهرجان من حيث بنشوف التواقيت الزمنية وبنشوف كم السبق اللي بيحضر فيها صح احنا نطلب فهد نطلب من اللجنة ان هذه على الاقل تسميها تعطي لها اسم خاص غير السباق المحلي صحيح. لان اكبر من السباق المحلي اي بس صحيح. من يوضعون لهم شيء رمزي في الاشواط الرئيسية راح يكون مهرجان صح صح وإضافتهم لخمس أشواط الإنتاج وضعت فيها بعد جوائز صح. عينية هذه بادرة طيبة دعم للمنتجين مثل ما تفضل أخوي مبارك من شوي في تحليلها على الأشواط ذكر بتميز أشواط الإنتاج عن الأشواط المفتوحة صح فنلاحظ في الآونة الأخيرة تميز الإنتاج عندنا في ميدان الشحانية وحضوره والتوقيت الزمني اللي يحضر فيها وشفنا بعد بعض من الملاك مثل وبصلع قدم قعوده في الشوط مطران. الرئيسي نعم مطران في الشوط الرئيسي وهم الانتاج قدم في الشوط المفتوح وكذلك حلال واجد نعرفه في عندك عتيم الانتاج راح للشوط المفتوح نعم فدعمهم لاشواط الانتاج بالجوائز العينيه هذا بحد ذاته دعم للمنتجين رياضه سباقات الهجن صحيح ابي تعليقكم على الصوره صراحه انا عجبتني والله والله هذه الصوره دلت على أن الوعي صحيح عند ملاك الهجن والحرص والاحتياط على الأمن والسلامة والنظام والسيفتي عندهم هذا شيء طيب صحيح. هذا يعكس أن رياضتنا فيها وعي وفي ناس فاهمين وفي ناس ملتزمين بالأنظمة والقوانين اللي تكون في صالح المجتمع لا في ضد المجتمع صحيح هذا شيء طيب الحمد لله رب العالمين وحنا نشكره جزيل الشكر والله ورأي الحلال عليه انه يتواصل مع اللجنة المنظمة لسباقات الهجن
لان اللجنه المنظمه لسباقات الرجن ودها انها تكرم هذا الشخص. اللجنه تبحث عنه. اللجنه نقول لهم مشكورين ولا قصروا وبيض الله وجيههم، وهذه الصوره والله تبهج الخاطر وتبهج ملاك الهجن وتعكس صوره طيبه. سلام الحلالك وال صح والعمال. نعم. والعمال الهجن طال عمرك اللي يشتغلون يركبون القلايص. صح. وتامن بعد حتى من الناس اللي بعضهم يسوق في ليل ولا في ضباب وما يشوف الحال. صح. هي صراحه احنا نبي نعرف الموعد، موعد التكريم هذا حتى نصوره بعد، نبي نعرضه بعد في برنامج الرئيس تكريم هذا الشخص، واعتقد ان شاء الله انه بيعرفونه. على قولتهم كلنا عيال قريه وكل اللي يعرف خيه بينعرف الرجال. نعم. ان شاء الله نشكر اللجنه لان اللجنه دائما تحث على الابتكار، على ان الشباب اللي يبتكرون او يكتشفون شيء شافت انها واحد اكتشف له طريقه مميزه كرمتها على طول، فهذا الشيء يحث على الشباب انهم يبتكرون اشياء هي تطور هذه الرياضه لاعلى ان شاء الله. هذا من صالح الهجن ومصالح الملاك من سلامه وسلامه للناس كلهم. يعني بالنسبه لاي شخص بيسويها في حلاله يرتاح نفسيا لو راحت بطايف اليه ولا في ضواب، بعد الله سبحانه وتعالى يمكن بيامن ان شاء الله على حلاله، ان شاء الله ما يصادف شيء. حتى سائق المركبه يعني بيكون عنده رؤيه واضحه. صح. يعني تكون رؤيه عن بعد. صح. واضحه قدامه. صح. حلال قدامه خاصه بعد ابو سالم، ومثل ما تعرفون جميع المشاهدين بأن بعض الأيام يجينا ضباب قوي. صحيح. وما تشوف يدك. نعم. فهذا الأمر راح يوضح لك الرؤية مثل ما تفضل. هو إن شاء الله يتابعنا عن طريق الحلقة، وإن شاء الله يتواصل إن شاء الله مع اللجنة المنظمة إن شاء الله. أنا في نهاية الحلقة جاتني رسالة. نعم. واحد من الأخوان أخونا علي بن محمد بن علي أبو شارب يقول هذا الشخص حمد بن هزاع أبو شريدة، حمد ابن هزاع ابو شريده العذبه. نقول شكرا لك يا ابو محمد على المعلومه، ويمكن يكون هذا الراعي الحلال اخونا وزميلنا الاعلامي الخلوق حمد بن هزاع ابو شريده العذبه المري. شكرا لك يا ابو هزاع على هذه الفكره الطيبه، وان شاء الله ان يكون التواصل بينك وبين اللجنه المنظمه لسباقات الجن، ويكون تكريم لك مستحق من قبل القائمين على هذه الرياضة. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن وطيب المتابعة، وأشكر زملائي سالم السندوانة، محمد بن دلهم، بارك الشهواني، وفهد المهندي على التواصل، ومن فريق العمل لكم أجمل وأطيب تحية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.